وتحكي مكانة المعطي ومقامه عند المعطي عند المعطي وتحكي مكانة المعطى ومقامه عند المعطي وهي في ذاتها بمعناها ومدلولها عطاء. ويا له من عطاء من معط لا يخلف وعده ولا فضل بعد عطائه ولا أمد لثوابه ولا حد لنعيمه. أعطاه الله في الدنيا مكانا عليا فوق السماوات العلى، جاوز به الأنبياء، ختم به رسالاته، جعل أمته أفضل الأمم، والكتاب المنزل إليه أفضل الكتب، شرعه خير الشرائع، شرف أصحابه، شرف أزواجه، وآتاه من الفضل ما لا يمكن أن يحاط به. وقال له سبحانه: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. أعطاه الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها. والرضا عباد الله عطاء الله لمن أقبل على الله فأحبه الله، ومن أحبه الله أدناه وقربه وسيرضيه. استقرار نفس، طمأنينة قلب، راحة بال، زوال هم وقلق. أما في الآخرة فهو في عيشة راضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ألم يجدك يتيما